يعزك. انا كنت متابعك على طول على المستقله. ربنا يكرمك يا اخي، حياكم الله. الله يبارك فيكم. اهلا. بالنسبه لموقف اخوان المسلمين، اخوان المسلمين كان عمل قبل ما تعرف نفسك. عايزين واحد يتكلم. معلش يعني انا اخوكم اسامه رشدي، دكتور كنت بره مصر 23 سنه. تمام. 23 سنه. اسباب سياسيه ولا اسباب يا جماعه؟ لا اسباب سياسيه. ما لا اخذت فلوس من بنك ولا فلوس من شركه ولا توجهاتك السياسيه اسلامي اسلامي. نعم اخواني. لا لا المهم. طب ممكن اسال حضرتك سؤال بس؟ بالنسبه لموضوع الاخوان المسلمين، الاخوان المسلمين كان شريك اساسي في الثوره بغض النظر عن يوم من يوم 25 او من بعد 25 لحد يعني بعد الثوره بفتره كبيره، شهرين او ثلاثه. من حوالي شهر الاخوان المسلمين خدوا يعني تقريبا يعني خدوا موقف يعني يوم 12/2 خدوا يعني الاخوان المسلمين حاليا واخدين موقف من اللي بيحصل في التحرير الايام دي. يعني بالنسبه للمطلب اللي هو بالتحديد الدستور اولا او الانتخابات اولا، فهم دلوقتي واخدين يعني اتجاه غير الاتجاه اللي هو موجود في التحرير. اولا احنا ابتداء كناس بنؤمن بقى بالديمقراطيه. ماذا تعني الديمقراطيه؟ تعني تعدد الراي وتعدد الرؤى. لكن اهم شيء ان احنا في النهايه لابد ان احنا يعني نطور الخلاف السياسي ونضعه في اطار حضاري. بمعنى ان انا ممكن انا وانت حياتك الان نختلف في الراي، لكن احنا اخوه واحباء. واحنا كنا ضربنا المثل، كنا في لندن عملنا جبهه انقاذ مصر من قوى سياسيه مختلفه. وبعد بعد ما نجحت الثوره وانا واخويا الدكتور احمد صابر عملنا حلقه، كان هو في جانب وانا في جانب اخر اللي شافها، وهو رجل ليبرالي وانا رجل ليه اتجاه اسلام مثلا. ومع ذلك احنا الاثنين كده. لما جيت مسكوني في المطار اللي شافوا الحلقه بتاع الدكتور احمد صابر كان يعني هيقيم الدنيا. يعني ليه الأخوة؟ احنا عايزين نوصل للمرحلة ان احنا يا اخواننا احنا في النهاية لازم نحن كمصريين هي دي تكون دي. بعد كده ممكن داخل الحلقة دي نختلف بعض الشيء، مفيش مشكلة. رسالة الاتحاد او الترابط او ان احنا نبقى ايد واحدة، حضرتك توجهها لمين دلوقتي؟ للكل. للكل حضرتك ماشي دلوقتي في احنا مثلا الناس الموجودة في التحرير ليها مطالب او يعني ليها مطالب شرعية. يعني كان من فترة كنا بنقول ان الدستور اولا، فالنهارده بالتحديد حته او يعني المطلب اللي هو الدستور اولا ما عادش موجود يا اخوانا. موجود النهارده يعني حضرتك الموجود النهارده او المطالب الموجوده النهارده، اولها القصاص، ثاني حاجه المحاكمات العادله للناس اللي هم ظلموا الشعب المصري او افسدوا في النظام السابق. يعني موضوع الدستور اولا او الانتخابات اولا دي مش مطروحه النهارده. يعني في مطالب النهارده اللي هي مطالب الشعب المصري اللي هو او الناس اللي انا بعد اذنكم اولا احنا لازم نبقي على يذوه الثوره مشتعله في نفوس الشعب المصري حتى تتحقق كل اهدافها، لان الثوره دي قوه لا يجب ان اطفئها. نقطه. النقطه الثانيه، مشكلتنا ايه في التجمعات بتاعتنا دي؟ ان احنا لا ننسق مع يعني ما فيش هيئه تنسيقيه، او كان فيه وتراجعت الان. الهيئه التنسيقيه مهمه جدا علشان نوحد المطالب بتاعتنا. لازم يكون لينا ناس يمثلونا ولو 20 واحد يقعدوا بقى مع بعض يقولوا احنا هنعمل الجمعه الجايه عايزين نجتمع كلنا. نجتمع ليه؟ عايزين واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه. واخونا يقول لا ده انا عندي كمان سته، واخونا يقول لا خمسه ده مش مهم قوي. فنروح طالعين باجنده واحده، نيجي كلنا نوجه النداء للشعب المصري تعالوا. ولذا احنا مشكلتنا ان احنا فقدنا القدره على التنسيق فيما بيننا. بقيت انا بقى انا اسامه رشدي اقول النهارده انا هعمل جمعه كذا، هل مطلوب من كل الشعب المصري نمشي ورايا؟ لا. ممكن واحد معجب شويه برايي فيجي، لكن بقيه الناس مش هيجوا. لكن لو انا والدكتور والدكتور عصام العريان والدكتور ممدوح حمزه والمهندس ابو العز ابو العز الحريري والعمر حمزاء وكل الناس اللي هم بيمثلوا طيارات فكريه وسياسيه عملوا شيء من التنسيق ثم خرجوا ببيان واحد للشعب، اعتقد الشعب لسه يقظ وسياتي. انا بنصح الاخوان والجماعات الاسلاميه ان ينضموا للشعب اضمن
لان لما هيجي الرئيس الجديد انا خايف على الاخوان. طب حضرتك لان اول ما احنا المشكله عمرنا ما نتحول لجمهوريه رئاسيه لما يضغطوا بالشعب. اسمع لما يضغطوا بالشعب اضمن السلطات بتاع الرئيس ان شاء الله. التاريخ بيقول كده. انا عايز اقول لحضرتك برلمان برلمان يعني مش لازم يعني احنا اضغطوا بالشعب اضمن. طب انا عايز اقول بس يعني هو حضرتك مش تنتقد كده على الاخوان ولا تنتقد الرئيس ولا تنتقد النظام الفاسد اللي هيجيب رئيس فاسد برضه. لا مش المشكله ان ما فيش تنسيق بين القوى السياسيه. المشكله ان في قوى سياسيه رفض المظاهرات اصلا النهارده زي اخوان المسلمين. انا عايز اقول يا اخوانا انا ليا راي في موضوع الدستور ولا انتخابات اللي هو عامل المشكله. واتمنى ان انتم تتفهموه. موضوع الدستور مشكله الاخوه عمالين الان يقولوا امثله الاضمان ولا القطر ولا مش عارف ايه ولا ايه. الكلام ده في القانون لازم يكون فيه مشروعية للتأسيس. المشروعية دي احنا عندنا في مبدأ دستوري عام يقول ان السيادة للشعب والشعب هو مصدر السلطات. وبالتالي في القانون العام بتاعنا في قانون اسمه العقوبات وقانون الاجراءات. انا لا استطيع ان اقيم قضية على انسان بدون اجراءات قانونية سليمة. اذا اقمت القضية بدون الاجراءات القانونية السليمة تبطل القضية. اذا لابد للهيئة التأسيسية التي تقيم الدستور ان تكون منتخبة من الشعب. هذا هو الاصل والاساس. والمجلس الذي سينتخب هو الذي يكون مجلسا تأسيسيا مختارا من الشعب المصري. اذا له سلطه ولا مشروعيه. لو انا الان عفوا بس اكمل الفكره انت بتقول انتخابات ليه ما تسماش انتخابات الجمعيه التاسيسيه للدستور وليكن صحيح انتخاب يعني مجلس الشعب وتشكل حكومه وتكون مؤثره. انا اتمنى لما نيجي نطرح افكار الشعب وفي الدستور وتشكل دستورا على هواها. اخي الكريم سواء من الحزب الوطني لا لا المؤهلين او 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 لا الاغلبيه دي يعلمها الله عز وجل. انا رايت 18 مليون مواطن دخلوا الاستفتاء الاخير لاول مره في تاريخ مصر. لا اول استفتاء في تاريخ مصر. شوف احنا يجب 18 مليون مواطن. لا 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 مضللين. يجب ان نحترم عدم وعي للشعب المصري موضوع الاستفتاء. احنا حتى لو عدم وعي سياسي لان النظام القديم ما جابش لمصر الا يا دكتور اسامه والفقر والمرض والجرع عزم